هنبدأ أول أمر معانا وهو أمر اللاين. ممكن إن أنا أرسم أمر اللاين عن طريق 3 طرق. تمام، أول طريقة عن طريق إن أنا أضغط على قائمة درو من هنا، تمام، وبعد كده أختار أمر اللاين. تمام، بيقول لي هنا تحت في الكوماند لاين سبيسيفاي فيرست بوينت، يعني حدد النقطة الأولى للخط. تمام، فأضغط في أي مكان هنا. تمام كده أنا حددت أول نقطة. تمام، بعد كده بيقول لي سبيسيفاي نيكست بوينت، حدد النقطة التانية. تمام، فأنا ممكن أضغط برضو في أي مكان هنا، يبقى كده إيه، أنا حددت النقطة التانية. يبقى أنا كده رسمت اللاين عن أول طريقة إن أنا أرسم بيها اللاين. تمام، تاني طريقة عن طريق البانل اللي اسمها درو، أختار منها أمر اللاين. تمام، أضغط عليه، بعد كده بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، حدد النقطة الأولى. تمام، حددتها، بيقول لي حدد سبيسيفاي نيكست بوينت، النقطة التانية. تمام، هضغط هنا برضو، فكده ايه، انا حددت النقطة التانية. كده انا رسمت الخط بالطريقة التانية. ممكن الطريقة التالتة بقى عن طريق ان انا اضغط على حرف ال L من الكيبورد. تمام، اضغط حرف ال L واضغط انتر. تمام، بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، حدد اول نقطة، حددت اول نقطة. بعد كده بيقول لي سبيسيفاي نيكست بوينت، حدد تاني نقطة. تمام، كده انا حددت تاني نقطة، كده انا رسمت الخط بالطريقة التالتة. تمام، طب لو عايز ارسم الخط ده بطول معين اعمل ايه؟ اضغط حرف ال L من الكيبورد واضغط انتر. بعد كده بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، حدد اول نقطة، حددتها. بعد كده انا لو عايز ارسم مثلا بطول 30 متر، اكتب بقى لما اجي احدد النقطة التانية اكتب 30 واضغط انتر. كده هو رسم الخط بطول 30 متر. تمام، لو عايز مثلا ارسم الخط ده عن طريق الاحداثيات، لو انا عندي احداثيات وعايز ارسم الخط ده عن طريق الاحداثيات، اضغط حرف ال L انتر، بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، حدد اول نقطه. اول نقطه لو انا مثلا هحطها في الاحداثيات 0 و0، فانا هضغط 0 وكوما اللي هو حرف الواو من الكيبورد، بعد كده اضغط 0، يبقى كده دي الاحداثيات 0 و0. اضغط انتر، كده هو حددها، كده هو حددها هنا اهو في الصفر وصفر. تمام، بيقول لي بعد كده سبيسيفاي نيكست، حدد النقطة التانية. احدد النقطة التانية برضه عن طريق الاحداثيات، ممكن مثلا انا اخلي اتجاه الاكس ب 20 واقوم قايل كوما او حرف الواو من الكيبورد، ومثلا الاتجاه في الاتجاه واي اخليه 15 واضغط انتر. تمام، هو كده رسموا الخط في اتجاه اكس هنا 20 واتجاه واي 15. تمام، لو انا عايز ارسم خط افقي تماما وخط راسي اعمل ايه؟ اضغط حرف ال L واضغط انتر، احدد اول نقطة. تمام، حددتها، بعد كده هنزل هنا اضغط على القرص جوه. تمام، كده بقى الخط افقي، او ان انا اضغط على F8. تمام، كده لغى الأرسو. أضغط تاني على F8، كده الأرسو اتفعلت. تمام، لو الخط ده مثلا طوله 30 أكتب 30 متر، هسمي هو أهو الخط 30. طب لو أنا عايز أعمل خط رأسي، أضغط حرف ال L إنتر وأحدد أول نقطة. تمام، وأطلع لفوق عشان يبقى خط رأسي 90 درجة تماما، وأحدد الطول بتاعه مثلا أقول 15 واضغط انتر. تمام، كده رسمني خط رأسي بطول كام؟ 15 بزاوية 90 درجة. بالنسبة لأمر البولو لاين، أنا ممكن أرسم أمر البولو لاين عن طريق 3 طرق. أول طريقة عن طريق إن أنا أروح عند قائمة دروب، تمام، وأضغط عليها وأختار منها بولي لاين. تمام، أو إن أنا أروح عند البانل اللي اسمها دروب واختار منها امر البولي لاين، او ان انا اكتب الاختصار بتاع البولي لاين اللي هو عباره عن حرف البي والال. تمام، هيظهر لي هنا بي لاين ده اللي هو البولي لاين. تمام، اضغط انتر، بيقول لي سبيسيفاي ستارت بوينت، حدد نقطه البدايه. حددت النقطه الاولى، بعد كده بيقول لي سبيسيفاي نيكست بوينت، احدد النقطه الثانيه. تمام، الامر هيفضل نشط معايا طالما انا ما ضغطتش انتر او مسطر، فالامر هيفضل نشط معايا. تمام، ايه، طب ايه الفرق بين الخط العادي وخط اللي هو اللاين وخط البولي لاين؟
لو انا جيت رسمت خط اللاين هنا، تمام، حددت النقطة الأولى وبعد كده النقطة التانية كده. طيب انا لو جيت ضغطت على خط البولي لاين، البرنامج الكاد بيعتبر الخط البولي لاين المجموعة الخطوط دول كلها كأنها خط واحد، انما خط اللاين بيعتبر كل خط لوحده، منفصل لوحده. اهو انا بضغط بيختار بس الخط اللي انا مختاره فقط، تمام. لو انا جبت قائمة بروبرتيز وضغطت على امر ال ضغطت على الخط ضغطت على خط البول لاين، هيجيب لي الاريا بتاعته، تمام، وهيجيب لي مجموع الاطوال بتاعت الخط ده. انما لو انا ضغطت على الخط العادي اللاين العادي، هيجيب لي بس الطول بتاعه فقط من غير الاريا، تمام. يعني مثال تاني، لو انا عملت مربع بالبولي لاين بامر البولي لاين، تمام، هذا المربع، لو ضغطت على المربع كده هيجيب لي الاريا بتاعت المربع وهيجيب لي مجموع الاطوال بتاعت المربع. انما لو انا رسمت لاين مربع عن طريق الامر لاين، تمام، لو ضغطت عليه كده لو ضغطت عليه هيحدد الخط واحد بس، ان انا اقوم محدده كله، هيجيب اللينس بتاعه بس ده عشان مجموعة خطوط مع بعض البرنامج ما بيكرهاش. فهو اختار بس خط واحد جاب الطول بتاعه 55 متر. هو ده كده شرح أمر بالله. دلوقتي لو انا عايز ارسم مستطيل ازاي؟ اول حاجه ممكن انا اروح عند اروح من هنا من البانل اللي اسمها درو، واختار هنا ريكتانجل، تمام، اضغط عليها، او ان انا من الاختصار بتاع الامر ريكتانجل اكتب ار اي سي واضغط انتر، تمام. بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر، حدد اول كورنر، تمام، حددت اول كورنر. بعد كده بيقول لي سبيسيفاي اذر كورنر، حدد الكورنر الثاني، تمام. اضغط كده يبقى انا كده ايه رسمت المستطيل، تمام. ممكن ان انا ارسم المستطيل عن طريق مثلا اديله الابعاد بتاعت المستطيل الطول والعرض. ازاي؟ اكتب امر ريكتانجل الاختصار بتاعه واضغط انتر، تمام، يقول لي حدد اول كورنر، حددت اول كورنر، تمام. بعد كده بيقول لي الدايمنشن، او اللي انا اضغط حرف الدي، فانا هضغط حرف الدي واضغط انتر، تمام. بيقول لي حدد الطول مثلا هقول له 20، تمام. بيقول لي حدد الويدث اللي هو العرض مثلا 15، اضغط انتر، تمام. هو كده رسمه. بعد كده اضغط في اي مكان فاضي كده، يبقى كده ايه رسم الامر المستطيل عن طريق الدايمنشن. ممكن كمان ان انا ارسم المستطيل عن طريق الاحداثيات. ازاي؟ اكتب الامر واضغط انتر، تمام. بعد كده ادخل الاحداثيات، لو انا مثلا هحط اول كورنر هيبقى في نقطه الاصل اللي هي 0 و0، فهضغط 0 و كوما اللي هي حرف الواو واضغط 0 واضغط انتر، تمام. بعد كده بيقول لي حدد اذر كورنر، برضه اقوم مدخله الاحداثيات. لو هدخل مثلا اتجاه الاكس 20، بعد كده اقول له كوما او واو، واتجاه الواي 15 واضغط انتر. كده هو رسم المستطيل عن طريق الاحداثيات.